مساء الخير، اهلا وسهلا بكم كل مشاهدينا، وهذه الحلقه الجديده من برنامج الحصاد. متعودين دايما نبدا الحلقه بتاعتنا بمجموعه الاخبار. اسمحونا نستعرض على حضراتكم العنوان الاول لاخبارنا. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث مشكلات المستثمرين السياحيين والعقاريين بمطروح. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه اجتماعا لبحث مشكلات المستثمرين السياحيين والعقاريين بمحافظة مطروح، وده بحضور وزير التنمية المحلية ونائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس هيئة الاستثمار وسكرتير عام محافظة مطروح. قال الدكتور مصطفى مدبولي قال إن الهدف من هذا الاجتماع هو العمل على حل مشكلة المستثمرين السياحيين والعقاريين بالمحافظة، حيث وردت عدة شكاوى لمجلس وزراء سواء من تأخر الحصول على التراخيص أو البيروقراطية في إنهاء الإجراءات وخلافه. أوضح سكرتير عام محافظة مطروح أن عددا من المشكلات ناتجة عن عدم الانتهاء من المخطط التفصيلي للمحافظة، معلنا أنه سيتم الانتهاء منه خلال 10 أيام، كما أن هناك مشكلات أخرى تتمثل في عدم التزام عدد من المستثمرين بسداد المستحقات المالية على مشروعاتهم للدولة، حيث يتم حاليا جدولة هذه المستحقات عبر التفاوض مع هؤلاء المستثمرين لإسداء حق الدولة دون تعسف في استخدام السلطة. طيب، على التليفون دلوقتي معانا استاذ كمال ريان مسؤول ملف مجلس الوزراء بجريده العالم اليوم. استاذ كمال مساء الخير يا فندم، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. النهارده كان في اجتماع بمجلس الوزراء يا فندم لبحث مشكلات المستثمرين السياحيين وايضا كمان المشكلات في مجال الاستثمار العقاري. ايه يا فندم اخر الامور اللي تم التواصل اليها؟ هو طبعا الاجتماع ده جاء بناء على الشكاوى كانت وصلت لمجلس الوزراء من المستثمرين السياحيين والعقاريين في محافظه مطروح. الشكاوى كانت متعلق بتاخر الحصول على التراخيص والبيروقراطيه اللي بتعرقل المستثمرين. رئيس الوزراء اجتمع مع المستثمرين ومع المسؤولين التنفيذيين في المحافظه، والمحافظه اكدت ان في مشكلات فعلا كانت ناتجه عن عدم الانتهاء من المخطط التفصيلي للمحافظه، واكدوا ان هو هيتم الانتهاء من المخطط ده خلال 10 ايام، وان في مشكلات اخرى ايضا كانت مطروحه حول او يعني طرحتها المحافظه، ان في عدد من المستثمرين لم يلتزموا بسداد المستحقات الماليه على مشروعات من الدوله، وان هو بيتم حاليا جدوله المستحقات من خلال مفاوضات مع المستثمرين بحيث يتم استيفاء حق الدولة لكن بدون تعسف في استخدام السلطة. رئيس الهيئة الاستثمار أكد أنه استعداد الهيئة أنها ترسل مجموعة عمل للمحافظة بحيث يعني تعمل اجتماعات مع مسؤولين المحافظة ومع المستثمرين لحل المشكلات المختلفة، ويعني تنفيذ قرارات لجان فض المنازعات اللي صدرت مؤخرا بهذا الشأن. أيضا وزير التنمية المحلية أكد أنه بيتم حاليا حصر كل المشكلات الخاصة بكل قطعة أرض بالمحافظة وتصنيفها لإيجاد حلول نهائية فيما يتعلق بالأراضي، وإن خلال أسبوعين هيتم عرض كل هذه الملفات مع وضع أسس للحلول على مجلس الوزراء. في نهاية الاجتماع رئيس الوزراء أكد على التزام الحكومة بحل جميع مشكلات المستثمرين وجذب استثمارات جديدة، وإن أي مشكلات لابد أن تواجه في أسرع وقت، وإن أيضا يكون في إشراف للجهات الرقابية في مقترحات الحلول، وهذه المقترحات ستعرض على مجلس الوزراء قريبا لاعتمادها. نعم. طيب أستاذ كمال، فيما هو متعلق بالمنازعات يا فندم وفضل المنازعات ما بين الهيئة والناس، وكان في لجنة أيضا كمان وهناك قرارات يعني خلصت إليها هذه اللجنة، في أخبار يا فندم عن هذا الموضوع؟ لجنة فض المزارعات بتجتمع بشكل دوري مستمر، يعني أي مشكلات خاصة بين المستثمرين والدولة، ولما المستثمر بيتقدم لشكوى بتعرض على طول بتيجي لمجلس الوزراء، وفي اجتماع دوري لجنه فض المنازعات برئاسه رئيس الوزراء بتبحث كل المشكلات وبتحلها تباعا. ويمكن يعني الاجتماع اللي كان النهارده مع مسؤولين محافظه مطروح والمستثمرين كان بناء على هذه الموضوعات اللي بتاتي لمجلس الوزراء، لان الحكومه ملتزمه التزام كامل وقاطع بحل
حل لكل مشكلات الاستثمار، لان مشكلات الاستثمار هو الطريق لفرص العمل وهو الطريق للانتاج وحل الكثير من المشكلات الاقتصاديه في المجتمع المصري. اكيد عشان كده الحكومه ملتزمه بذلك، واي شكاوى بتوصل بتعرض على لجنه فضل المنازعات، ولو في حاجه زي ما حصل النهارده الاجتماع برئاسه وزراء ومسؤول التنفيذي بيتم عقده لحل هذه المشكلات. نعم بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. أستاذ كمال ريان مسؤول ملف مجلس الوزراء بجريدة العالم اليوم.